السلام عليكم. سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من قضايا الجنايات. يستفاد محاضر الضابطة القضائية أنها أشعرت بضرورة الانتقال لمعاينة جثة وليدة مقتولة. لنتابع. شوفي بلا ما تبقي تدخلي وتخرجي عليا في الهضره، كاينين الشهود اللي شافوك وانت هز القفه فيها جثه ديال دريه صغيره وكنتي باغا تخلصي منها. والله ما قتلتها، والله يا سيدي ما قتلتها. انا دابا بنتي ما كترجعش الحليب، انا ما عنديش الحليب كردعاج، كنمشي مشيت للفرماسي انا وبنياتي باش نشري لها الحليب، وما يتعرضوا لي واحد جوج شفاره بغاو يديو لي بالصدام وضربوني تكرفسوا عليا ويطيحوا ويا تموت. لا ما ماتش بنتي، كان مركبها في داري وغدا لا كان بناتي الروضه غدا انا وياها وزقفه تقدا انا وليداتي دايزه من تما تعدوا لي داك جوج الشفارات هما ضربوني وتعدوا عليا ويا بنتي تموت. ما عرفتش انا تنات والله ما كتسم بها في الشهود ونوبه كتسم بها في وحدين تلقاو لك وبغيو كريسي وكطيحوا لك الدريه وقتلوها وهادشي. شوف جيني من الاخر وقولي لي الدريه واش بنتك ولا لا؟ بنتي قبيلتي والله حتى بنتي بالله وانا باقا مريضه عاد ولدتها مريضه انا. مزيان الدريه بنتك ياك؟ اي ودابا غادا تقولي لينا شكون هو باها وكيفاش ماتت؟ باها هو عزيز. هاي 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 على الصبانه ديال الموقف ديال اخر الزمان. اختي انا جايباك تصبني ليا ولا جايبه ديري ليا الزرده لبناتك؟ جاوبيني. علاش شنو غنجاوبك لالا؟ هو داك الخبز اللي عطيه لبناتك مع من تشاورتي عليه اللي توصلي ليه؟ وباين اللي ما ساهلاش توصلي الحاجه اللي ماشي ديالك. سمحي لي لالا، سمحي لي نهضر معاك. قلتي لي على الخبز، الخبز جبته معايا من داري، ما خديته لك ما حتى شي حاجه. ايوا لالا بني عزازين عليك بناتك لهاد الدرجه وانت كتبغيهم. ايوا حوزيهم لعندك وسيري طلبي بهم حدا باب الجامع. اش لاحق على شي خدمه؟ وتا دابا لالا ما كاين حتى شي مشكل، نكمل هادشي وخلصيني نمشي فحالي. ها ما قلتي عيب. اه المنطه اللي كتصبني فيها ما كاين فيها حساب. علاش اختي؟ ايوا يا اختي راكي صبنتي غير جوج ديال الزرابي وربعه ديال المنطات، حسابك 600 دريال. غير جوج و 600 دريال ما حسابي. هاي يا اختي شتها وضرقي عليا وجهك، ما نبغيش نشوفك. اخ الصبانه ديال اخر الزمان، نبغي نرجع ما نلقاكش هنا. سير الله يعطيك شي كسيده وتكون شي كسيده حاره ان شاء الله يا بنتي. طلعي زيد حليبات. السلام عليكم. خلو خلو اللي فات. الله يرفي الله. ها حيد عليا. الله يرفي الله يربي. اش هذا مكتوب؟ دوي اللفعه هادي. دور عليا شكاكتك طوري. قرتوني قرتوني. ما انا مجوجه مطفراه، ما انا مطلقه مطفراه. يا ربي اش هذا المكتوب؟ ساعدي انت يا صندارتك تقعدي. سيري قصي. يا ربي سخفت. سيدي يا ربي في اللي سيك تشاري قصي الارض. دعيتك الله لالا، دعيتك لصيدة ربي، كليتي عرقي كليتي عرق وليداتي، دعيتك الله ما نسامحش ليك. اش درت يا سيدي ربي؟ اش درت يا سيدي ربي في ملكك؟ ما درت والو، مرا درويشة داخلة سوق راسي. خذي هاكي انتي الخبز، كل الخبز كل. سمحوا لي يا بنيتي، سمحوا سمحوا لي يا بنيتي. دعيتك الله انا داعيه كل سيدي ربي كل
وليد وليد 600 ريال عباد الله 600 ريال اش درت لك؟ شبواتي بتواتي شو بنيتي قلت لهم نطيب لكم الحيمه ونديروا شي عشيوه من داك الشي رفيع انت بنتي شوف اش دارت ليا ما نسمحش ليها بنيتي ما نسمحش ليها قول بنتي فين غادي خرجوا عليا ما قاعدين ما ندير بكم خرجوا عليا خرجوا عليا ما قاعدين ما ندير بكم شوف حماي انت دابا شاب سكران ما عندك كدير انا سكران انا ماري برا سيري في ولادك بعد مني وبعدي مني انا برا شوف غير برا 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 انا شوف برا تقعد وليدات برا وبعدي مني انا لا بعدي مني وبعدي نمشي مرتي بعدي مني عمان عليا البال عمان حرام عليك حرام عليك يا حمان واش عندك مالي شوف من حالي يا سيدي يا ربي شوف من حالي يا سيدي يا ربي شوف من حالي يا سيدي ربي مالك ياك لاباس جارتي مالي مالك على هاد الغوات شوفي بناتي كيبقى بوحدهم ديتهم معايا الموقف وحلا ما ديتهمش وحلتين الله يا سيدي يا ربي عمني ما فرحت وانا مزوجه ما عمني فرحت وانا مطلقه كي جات كادي حل عرفتي اش يجيك مليح انا وليت كنخدم غير نص نهار الصباح وفي العشيه عاودي خليهم عندي وسيري خدمي على خاطرك حتى تجي تبقايهم عندي راهم بحال بنياتي الا خطيك اختي والله الا خطيك الا خطيك اختي صافي خويا كي صافي خويا اختي كنتمحن عزازين عليا بنياتي وما لقيت جهد ليهم دايتهم الله الله يبارك نعم اختي عيسي كوني هانيه الله يخليك صحيح راه درت معاك كثير خير يجيب الله يدير معايا سنه الخير يا ربي الله يسهل عليك يا ربي يا امينه الله يخليك صحيح تقاتلي يا ربي يا امينه اختي سمحي لي ها باركة نعم ها واحد الطوموبيله شجع لك يا مولانا ربي هادي والله هيلا الله يلا زيدو التاني بغيتي سيدي سي سبانس يا ربي صبر عليك ما غاديش كلشي انا اللي موافق صبر ليا راه هي كتسابقي على الكليان ها هو كاع ما حير فيك ياك اختي علاش هي حير فيا انا سير اختي سير هذيك مالها سداتك السلام عليكم لاباس سلام لاباس واش ما كاينش مصطفى لا ما كاينش انا خوك اش خاصك انا متشرفين لا غير هو مسكين كيكريديني شحال لا خصتني شي حاجه كيعطيها ليا سمح لي انا جيت عندك دابا واش انا وجهي ماشي ديال الخير زعما ما نديرش انا الخير لا حاشا خويا لا حاشا لا انت تبارك الله الخير والبركه غير هو مسكين كيعطيني داكشي اللي كيخصني راه عنده واحد الطابني هنا كيحطو مباركة ها هي الله يرحم والديك كاينة اي عطيك السر قيد لي الا بغيتي تعطيني مرحبا ثاني ثاني واحد جوج فرماجات اييه وسيطر د الحليب و اييه واحد الخبزة ديال 30 ريال اييه ولا جات على خاطرك عطيني واحد جوج شوكولاتات اييه هي عندك الدراري عندي واحد جوج بنيتات باهم مسكين باقي في الحياة لا باهم مات مسكين الله يعطيه شي كسيده امين يا رب الله يعطيه شي موسى امين اللهم طلقني هادي عام وخلاني مكوصه مع دوك الجبنيات دعيت والله ود الحرام ود الحرام اه اجي نقول لك اخويا سميتك كان عزيز عزيز متشرفين عزيز الله يعطيك السر الا كيبان لك شي حد هنا ساكن هنا وتنا واحد الا بغى شي خدامه ولا شي سبانه ولا انا كنخدم في الديور انا نيت انا ياك انا ساكن بوحدي ياك ما عندي اللي يعاوني اللي يصب ليا مرحبا بك بارك الله فيك بارك الله فيك انت حتى غدا ان شاء الله دابا ظلم الحال غدا ان شاء الله نكون عندك حنبوري يا لالا دابا علاش غنتسناو حنا حتى الغدا ها السوارت واخا الا كاين شي واحد كيكره الخدمه مرحبا بك بارك الله فيك ندخلي للدار غير تفوتي المرح البيت الاول على اليمين هو بيتك اييه واخا مرحبا بك انا مشيت مرحبا بارك الله فيك مرحبا بارك الله فيك ايه على دار محضور مسكين قال لي جمعيها ليا واخ والله يسهل عليه حن فيا الله يسهل عليه بلاتي نتوما بلا ترجع لكم على الله يسهل الله يا ربي ومالك على حالتك وعلى القرعي وهاد الحاله ويلي ويلي
عزيز جابك الله بارك بارك على ديك الماكينه تاعك تاع ياك لاباس بك شي حاجه جابك الله تحضي لي الحانوت تنجح تاش باغي دير عندي الهمزه في الدار الا فلتها غنضيع واش انت مسطي ولا مالك واش انا حساس على الحومه باغي تخدمني حساس عليك بوحدك او واش بغي لي انا الضرر لا وفهمني وفهمني تاتا وحل لي شي باكيه وشكيطو وتا هالحانوت شعل فيه العافيه انا مالي انا كاع وبلاتي علي نتسناك حتى تجي نطيبو بالرد ديالك انت باش ندوزو وشكيطو وتا كلشي ديالك يا سيدي كلشي ديالك يلا سير لا اله الا الله هذا الله يحفظك لا لا خطينا عيالات والله ما عندي ما نقول ربي يخليك انت شتي جمعتك داكشي اللي علاش قديت الله يودي حتى الغدا ان شاء الله ثاني نكمل الله يودي تبارك الله عليك بارك الله فيك انا ما عمرني في حياتي شفت شي دار مصيبه بحالكم بارك الله فيك ما عمر جات شي مره جمعات الدار بحال هكا وجمعات روينا كيف كندير انا وخلات هادشي يعني هما كيجيو كيجيو ولكن ماشي بحالك علاش ماشي كلهم كيدخلوا للقلب هي انا دخلت لك القلب بقرطاسه حتى انت دخلتي لي القلب بحال خويا عرفتي حنيتي مني قلتي لي سيري الدار جمعيها حيت عرفتي عندي بنياتي خدامه عليهم بحرك تافي داكشي علاش عرفتي قبيله فاش وقفتي قدامي في الحانوت نعم صرفقت علاش دخت علاش اخو باش انا اللي عارف شفتي ان داك بيت النعاس كي داير هو بيت النعاس ما مصاوبش ولكن حتى غدا ان شاء الله غير نرجع حيت دابا عندك الصابون الحوايج ديالك نسخين نصب لهم لك باش ينشفوا لك خلي كل شيء خدي لينا بيت النعاس حتى الصباح اخويا يا لالا هاكي ها 800 درهم افونس خلي الصابون وخلي داك الشيء كله شوفي لنا بيت النعاس واخا دابا نجمعو لا دابا دابا واخا قول لي انت واش باقي مصرع على الكلام ديالك بان السيده اللي قدامك ما كتعرفهاش ما مانيش تنعمس هذه باغا طيح عليا الباطل ولكن هي كتقول بلي كتعرفك وكتعرف الحانوت فين كتخدم وكتعرف حتى البيت اللي كتسكن فيه في دار خوك اللي في الخارج وحتى الدار اللي كدير البني الثاني ليها سكتي شويه واش ما فيهاك داك الدار اللي فيه البنايه قلت لك سكتي قلت لك سكتي تنقول لك دوي عدوي كتب واحد نعمس راه كدابا ما عرفت منين جابت هادشي ايه ما عرفت منين جبت هادشي وداك 16 فريا عطيتيني الاولى 16 فريا الثانية قلت لك سكتي باقي عندك ما تزيد لا نعمس سلم عزيز اهلا لاباس عليك هانيه شوف سبحان الله العظيم ملي لقيتيني كنفكر فيك ياك قلت واقيلا هادي ما عرفتش خسرنا لا خطره ولا ما عليها لا حاشا حاشا انت على انت بحال تيخسروا خواطر لا الله لا الله لا جيت عندك باش تعطيني السوارت باش نمشي نصبر لك نعطيك انا السوارت معاهم عينيا الا بغيتي ياك السوارت ايوا عندك تنسى مره مره جي طلع لينا شوفنا واش حنا كنصبنا ولا لا نجي صافي نجي والسلامه مرحبا والله على زهر كي داير والله تا عندي الهمزه عاد برك ليا الاخر في الدار كي غندير دابا ما عديت انا من نصدرو يا ربي السلام كيف ندير دابا انا كامل عزيز ياك لاباس شتي كدوي بوحدك ملي وانا حاضر كدوي غير بوحدك طال لك الفريخ ولا انت راه غنولي لنا كل لحمي انا غنتسطى وعلاش الهمزه عندي في الدار إيه؟ والاخر بارك ليا تم وزعما انت براني دري صغير ها وشوف اش دير ليه ما عندك حتى حد هنا في المدينه كي غندير يلا كي غندير واش ما عندك حد هنا في المدينه شي عائله عندي واحد خالتي قربت تموت ايوا صدرو قولي سير راه درها راسها سير شهد ليها دابا غنصيفط واش غنبقى عايش ليك عزيز ما عندي ما نقول أيه. سناني هنا تنجي يلا اجي قبل لا تمشي حل واحد القرعه ديال المناضه بعدا خذ الخود اللي بغيتي انا جاي كل شيء خود هاك نبغيك ما كاين لا همزه ولا نصبه يا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم باسم جلاله الملك نعلن عن افتتاح الجلسه ملف عدد 12/2009 المتهمون مبارك بنت المعطي يؤازرها الأستاذ شكر أبو شعيب عزيز بن كبور تنازل عن تنصيب محامي للدفاع عنه
مباركة بنت المعطي، أنت متهمة من أجل تعريض طفلة للخطر عمدا مما نتج عنه وفاتها والفساد والأفعال المنصوص عليها ولا عقوبتها في الفصول 463-490 من القانون الجنائي. مباركة بنت المعطي شنو كتقولي حول المنصوب لك؟ هو سيدي الفساد كاين وقتيلة ما درتهاش لحقاش، أنا من ولدت بنتي ما كانش عندي الحليب ما كنرضعهاش حيت ما فياش حيت دات البنت ضعيف فهمت داك الليل داك النهار بدات مشيت للفرماسيان باش نشري لها الدواء ودست على داك الطريق شدوني الشفار وتكرفسوا عليا انا وبناتي الصغارات وضربوني وحتى انا دافت على راسي وبنت كانت في ظهري وطيح وهي تموت. طاحت في الارض؟ طاحت في الارض وهي تموت. وشحال من يوم ما رضعتيش بنتك؟ ما رضعتهاش ثلاث ايام حيت قلت لك ما عنديش الحليب وانا ما بحاليش كنمشي نخدم في الديور وداك وما عنديش اي الحليب وبقات البنت تمت. فاش ولتيها كانت صحيحه لا ما صحيحاش ضعيفه في صحتها مسكين. وفين شداتك الضابطه القضائيه؟ شنو هو البوليس فين شدوك؟ البوليس شدوني في الروضه. في الروضه واش كنتي كديري في الروضه؟ كنت دايزه كنطلب كنسعى على بناتي وكان باش ناكل طرف الخبز كنتسعاو كنا نسعاو بيبا الله. كتسعي في الروضه؟ وشكون كنتي هازه معاك؟ كنت غادا انا وبناتي صافي غادا انا وياهم ومحمله بنتي وصافي هادشي اللي كاين. ما كنتيش هزه واحد القفه دايره فيها البنيه اللي ماتت؟ لا لا القفه لا داك القفه كانت فيها غير واحد الحوايج ديال بنتي باش كنبدل لها خروقها وشي خبيز كندي معايا نخرج انا وبناتي كنرزقوا الله. عزيز بن كبور انت متهم من اجل جنحه الفساد الافعال المنصوص عليها ولا العقوبه ديالها في الفصل 490 من القانون الجنائي، شنو كتقول حول المنسوب ليك؟ لا لا ما هذا الشيء ما كاينش، السيدة ما عمرنيش حتى وما كنعرفهاش كاع. كيفاش ما كتعرفهاش؟ ها؟ كنعرفهاش نعم السابقة ترمي عليا الباطل. أنت فاش خدام؟ نعم السيدة أنا عندي حانوت. أها. كنبيع ونشري فيه. كتبيع وتشري في الحانوت؟ وهاد السيدة هذي كانت خدامة عندي. دابا عاد قلتي ما كنتيش كتعرفها دابا ولات كانت خدامة عندك. لا لا نعم السيدة خدامة عندي. خدامة عندك إذا كتعرفها. وهذاك الشيء اللي قالته؟ لا السيدة كذبت فيه. لك على كنت مستور ايلي كاينش اللي غيعرفني واش كاينين هنا. ما حفظتك حضيني انت حاضيني في القنت انا حاضيني في القنت غيروا منك ما كاينش اللعب باب خاصو شي راجل ويلي زيدي زيدي بسم الله سيدي ماك مخلوعه ترى ما كاين حتى واحد صح والله ما كاين شي واحد كي جاتك هاد الخلوه هادي خلوه من خلوه يا بام شفت شي فيه اللعب هاك 800 درهم افونس ما تشقاي ما ديري حتى لعبه انا غنتكلف بكلشي شحال زوينه ديال دافونس غديرها دائما هاك لافونس عجبتك جبتني مزيان ما تغلاش عليك خديها زيدي ندير حتى حاجه زيدي نزيد بلاتي زيدي زيد بنيتي اجا منتي حدايا مباركة نعم السلامة جارتي كديرة لاباس كي قيلتي لاباس الحمد لله فرحتي كجارتي الحمد لله والشكر لله الله يخويتي الله والله ملي شفتك هزة هاديك فيفلة فرحت ليك والله بنيتي إلا عندك راجل رزق البنات وصلوا الحمد لله الحمد لله على البنات جبت ليهم هذا البان لاباس هكا عطيهم عطيهم كولا مهمتي كولا عطيهم مسكينات خذي بنيتي خذ عطيهم خويتي عطيهم هكي خذ وتقولي انت كتعرفيني انا عندي مرض السكر والطبيب مال عليا قال لي البنان بالاخص الحلاوه ديالته تفرقي معاه خلي بنياتي ياك ربي يخليك قولي لي هي طحتي اليوم شي عائله تبارك الله مغمخه ويلي بزاف كاع واش نقول لك مره طالعه مره كل نهار برزق انا بغيت زهرك يبقى ديما طالع
يا ربي يا ربي يكون معها ومع بنياتها يا ربي يا ربي. الحمد لله ربي ما كينساش عباده. ربي يخليك اختي باش تعشي معايا انا نضرب نطيب العشاء وتعشي معايا ونسيني والله العظيم. قولي بارك عليا هاد الفرحه ملي انت فرحانه وبنياتك فرحانات بارك عليا. ناس مزيانين الله يكثر خيرهم. تبارك الله فيا الله يكثر خيرهم. ولكن ربي راه ما خيبكش انت نيت راكي ما خيباش. الحمد لله ربي يخليك. واش غادي نقول لك سيري الله يكمل رجعك. امين اختي. وهنا مشيت اخويتي. امين شكرا. سلام اخويتي. الله يحليها اختي. سلام اخويتي. والله خطر اخرى ندير لكم حلقات نشريكم حلقات ديال الذهب واخا تهلا بنياتي. ما بقيتش دابا زينتي اختك ما بقيتش تبكيو عليا. شو دابا انا كنجيب لكم ما تاكلوا ياك. انا احسن من باباكم دابا ياكي. الحمد لله ياكي. ونشريك لاستيكات الشعير ونتهلا في بنيتي. تعاونيني في كوزينه نطيبوا العشاء. سيد ممثل الحق العام عندكم شي سؤال؟ نعم سيد الرئيس. السؤال والضنين ماذا يقولان حول اعترافاتهما التلقائية بالجرائم الخطيرة المنسوبة إليهما أمام الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي وأمام هذه النيابة العامة؟ مباركة بنت المعطي جاوبي. شنو نجاوب؟ شنو نقول؟ شنو سيدي؟ شنو كتقولي حول الاعترافات ديالك قدام الضابطة القضائية؟ كنتي عند البوليس اعترفتي. قلت داكشي اللي قلت لكم عمسي. ما قلت داكشي اللي قلتو قلتو لكم. عز بن كبور جاوب. لا نعم هذا الشيء ما كاينش. واش عمرك شي واحد كيلوح ولادو؟ اذا هاد السيده تهماتك وصافي. اي نعم واخا. السيد ممثل الحق العام عندكم شي سؤال اخر؟ لا سيد الرئيس. دفاع المتهمه هل من سؤال؟ نعم سيد الرئيس تفضلوا. السؤال الاول للضنين شحال هي المده اللي تعرف فيها على مؤازره مباركه؟ والسؤال الثاني مؤازرتي حدت بدقة الضابطة القضائية المكان الذي كان يلتقيان فيه وهو منزل لأخيه المتواجد في بلاد المهجر والذي استعمله بدون علم أخيه والذي وصفته مؤازرتي للضابطة القضائية بكل دقة. كيف تعرفت على منزل أخيه؟ جاوب. لا نعم سي معمرة ديتي معمرة مشات معايا لدار خويا كاع هي كانت خدامة معايا عندي في الدار كتصب لي حوايجي وداك الشيء حيت انا ساكنه بوحدي. وانت كتشوفنا مسا انا صغر منا ب 15 عام ما يمكنش ندير هادشي. دفاع المتهمه هل من سؤال اخر؟ لا سيدي الرئيس. مباركه هادي مولات العقل. ايوا خويتي انا قلت راه كاينه اللوحه لنا ملي طلقك راجلك شمرتي على دراعك ونطيت تخدمي على بنياتك الساعة درتي هزلك فيها بوعو تي ملي كبروا بناس كاش غتقولي ليهم وملي يجي بواهم العدم يطلع ليهم ها غتقولي تزوجتي جواز تاني ها واش غتقولي لخوتك وجيران ها شوفتي تي مالك على هاد الشو هو الفضيحة وهو بعدا قلتي لي بلي راك حامله منه. لا ما قلتهاش لي ما في بالو حتى شي حاجه وما في راسو حتى شي حاجه. بعد باغا تقوليها لي. تي ولي الخامس يفضح الجره وتولي ضحكه وتولي مهزاله. اختي حليم انا مزوقه فيك اختي تقهرت اختي ما تزيدينيش انا مزوقه فيك. انا مصطفى. على السلامه. الله يسلمك. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. غبره غبرتي مبروك عليك الزواج. الله يبارك فيك. غبرتي غبره. ياك ما يكون خويا عزيز اللي خليت بلاصتي يخسر معك بشي حاجه. لا 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 بغيتو على شي حاجه وصافي ما كنت حتى شي مشكل. ياك لاباس؟ لا غير واحد البوماده وصيتو عليها يجيب لي السميده لو ما جاش وما جاب عليا ما جا. هذاك خويا عزيز سوليني عليه انا سوق وخاوي كاع ما تعمري به راسك راه عقلو صغير ونزيدك راه غاديع في القهاوي ولا غاطي على الصيره هاد الايامات هادي ياك واللي بغى فين يلقاها مصطفى خويا واش غادي نقول لك جي مره مره سولي وصافي الله يرحم والديك سمح لي يا مصطفى خويا ما كاين مشكل ما كاين الله يكثر خيرك ما حالك هذا واخا حتى نرجع ان شاء الله بالسلامه ما كاين مشكل ما كاين مشكل يا ربي اش هاد المصيبة ما تلفتوش هاد الباب اللي دخلتو ولا مر عزيز خويا الله يعطيك السر كاين عزيز هنا
ها اسمح لي يا اخو الله يرحم والديك. هي هذه الدار ما خليت فين قلبت عليه، دار صحابه مشيت للقهاوي قهوه مورا قهوه والو، تقولي غبل ليه لا طار. وما مشيتيش للدار فين كيسكن؟ لا دي ما عرفتهاش، ما درتهاش في بالو ما عرفتهاش. عليك يا الضحك هي الهبيله، منين انت باغا تعرفيها؟ انت الخامس يفضح الجره وتولي ضحكه الغادي والجاي. صبحنا الله عاوتاني. ياك؟ سبحان الله. قول السلام عليكم عزيز، ما كليتي بحال هكا مالك؟ مشدود عزيز مسكين. مشدود مسكين عزيز، انا باغا نهضر معاك كتسمعني ياك؟ انا راني حامل. الله 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 على فرحة كبيرة. الله والله الا فرحتيني هذا الصباح. ياك مشات ولدي شنو زعما كتنز عليا؟ حشا كتضحك عليا؟ حشا. ايوا شنو معنيتها هادي؟ ما قولي شنو معنيتها؟ الله يلا قطعتي لي قلبي هاد الصباح مسكين. منين جيتي؟ منين؟ من هنا ولا من هنا؟ جيت من هنا. الدورة الأولى علي من؟ مالها؟ كاينة واحد الكوميسارية سيري قولها لهم. شي أنا الكوميسارية نقولها لهم؟ عندي معاك والله يا خوك كذا محقور. الدرب اخويا هذا حشومه كاع. واش من درب عندي معاك وسير. عزيز اش باغا تتي؟ كيفاش شنو باغا؟ درتي هكا دراسك ومشيتي ونكرتيني كتقولي كاش باغا؟ ويلي اخويا دارك دراسك وتابعني من الصباح ماشي حشومه. كاع ما كنعرف انا راه طلعها عليا الباطل اش باغا؟ كيفاش شنو باغا؟ ما خفتيش من الله وخفتي من الذنوب؟ الذنوب اللي غندير في راسي هو اللي قبلت هذا الحرام يكون ولدي. سير قلبي لك على بواسك. شنو عليك اخويا حشومه عليك؟ حالاتك اجي اختي اختي ولدي اختي 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 نوض نوض اختي نوض شويه عليك اختي نوض نوض اختي. دايت والله دايت والله. فين غادا تمشي؟ فين حتى لي حليمه 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 يا اختي الله اختي شويه عليك اختي بشويه اختي شويه اختي دايت والله مالي اختي دعيتي بزاف اش اختي شوفي السيداج مباركه اختي مالك اخويتي مالك انا اختي خليتك اختي دابا انا مالك اختي مالك انت اختي دفعه واحد السيد ما عرفت اختي الله يا خويتي الله تعذر كفر اختي وجهك ما هواش ياك ما فيك الوجع يا اختي بيا وهذا الوجع اختي جاني اختي واش ندير شنو غندير قولي لي اللي غديري خوتي نوضي سيري للسبيطار نوضي سيري للسبيطار السبيطار كيفاش السبيطار ما عنديش فلوس باش نخلص الصندوق منو جاوني الفلوس اختي عانوضي انت انا غدا نلعت لك واحد القابله السعديه عرفتي يديها فيها الرحمه زيدي عندك طيحي زيدي زيدي شدي فيا زيدي كان متخالتي زيدي حطي حطي صباطك ولا صنباطك بشوية 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 سيدي زيدي زيدي قعدي ربي كون صيفطك عندي صيفطتني حليمة خاصي انت سعدية صيفطتني حليمة قالت لي داك يدير الرحمة وفين هو مولا دارك؟ مولا دارك مشى في اوروبا يعرفوا عيب يمشيو يخليو العيالات مساكن تما مسكينه شوفي عرفتي اش غديري حيدي جلابيتك انا غنمشي نجيب الماتريال ديالي ونجي يلا سربي دغيا سربي الله يرحم والديك يلا واخا 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 امي نربي زيدي شويه شوية زيدي شدي فيا يا بسم الله شديني ربي 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 تمخطي تمخطي بلاتي الله يا ربي بلاتي ندير لي دابا باش نقلبك ربي عاد شوية ما تزحمش دابا لا لا شوية يا سيدي يا ربي بلاش بلاش ليك بلاتي بلاتي شوية بلاتي شوف طلعي النفس الفوق طلعي النفس الفوق هكاك ما تزحميش دابا غدات ولدي دابا إن شاء الله بخير وعلى خير
صبري شويه، صبري ان الله مع الصابرين. صبري رسول الله. انا غادي نمشي نجيب واحد البره ندقها لك ونجي بلاتي ونطيب لك شي شويه ديال العشوب بلاتي. امنتي كاينه هنا. ربي كنا دخلتي ربي 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 ويبس ربي. هذه البره ديال العرق مزيانه. يلا ربي يلا مزوقة فيك يا ربي. ما تزحميش دابا بلاتي بلاتي نجيب واحد المنطة. ربي ربي اسيدي ربي. شوية بشوية 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 بشوية. لا 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 بلاتي. لا 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 بلاتي. يا بسم الله ربي بسم الله بسم الله. وقفي رجليك وقفي رجليك بلاتي تنقول لك زحمي على زحمي. الكلمة السيد ممثل الحق العام. سيد الرئيس، أسد المستشارين، إن السيد الوكيل العام لجلالة الملك رئيس هذه النيابة العامة توبعت المتهمة مبركة بنت المعطي وعزيز بن كبور من قبل هذه النيابة العامة الأولى من أجل جريمة تعريض طفل للخطر عمداً نتج عنه وفاته والفساد، والضنين الثاني من أجل جنحة الفساد الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 463 و490 من القانون الجنائي. سيد الرئيس، السادة المستشارين، يستفاد من محاضر الضابطة القضائية عدد 12 وتاريخ 12 يناير من هذه السنة أن المتهمة مباركة بنت المعطي ضبطت بخلاء قرب مقبرة حي النور وهي تحاول إخفاء جثة مولود من جنس أنثى، وجاء بمحضر المعاينة للضابطة القضائية أن جثة الجنين لا تحمل آثارا للعنف، كانت ملفوفة بقطعة من الثوب الأبيض والأخرى زرقاء اللون تحيط بالرأس. سيد الرئيس، السادة المستشارين، لقد تم إشعار الضابطة القضائية بناء على وشاية بلغتها من قبل المسميين عمر بن علي وسعيد بن العربي وهما من أبناء حي النور، واللذان أفادا بمحضر أقوالهما أن الماثلة أمامكم كانت تحوم وسط مقبرة وبيدها قفة من الدوم وهي تلتفت يمينا وشمالا مما جعلهما يرتابان في أمرها، حيث تقدم منها يستفسرانها عما بداخل القفة فأصابها ارتباك واضطراب، الشيء الذي جعلهما يتفحصان ما بداخل القفة فإذا بهما يعثران على جثة وليد أنثى، وقد حاولت المتهمة التخلص منهما باستعمال العنف في حقهما ولكنها لم تفلح. سيد الرئيس، السادة المستشارين، عند الاستماع للمتهمة مباركة بنت المعطي تمهيديا أمام الضابطة القضائية اعترفت أن الجثة هي لمولودتها، مصرحة أنها بعد طلاقها من زوجها التقت بالضنين الثاني عزيز بن كبور، ربطتهما علاقة غير شرعية نتج عنها حمل وضعته لدى مولدة، وخوفا من الفضيحة أقدمت على تجويع المولودة محاولة إخفاء معالم الجريمة عن طريق دفن الجثة بمقبرة النور، في حين اعترف الضنين الثاني عزيز بن كبور بالعلاقة الجنسية الغير الشرعية التي كانت تربطه بالمتهمة الأولى مقابل مبالغ مالية. سيد الرئيس، السادة المستشارين، حيث جددت المتهمة اعترافها بالأفعال المنسوبة إليها أمام هذه النيابة العامة، وحيث إن محاولة الضنين الثاني عزيز بن كبور الإنكار أمام المجلس الموقر تفنده اعترافاته التلقائية بالأفعال المنسوبة إليه
والمتمثلة في جنحة الفساد أمام الضابطة القضائية وأمام هذه النيابة العامة. وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات. لكل هذه الأسباب تكون جميع الجرائم المنسوبة للمتهمة مباركة بنت المعطي والضنين عزيز بن كبور ثابتة في حقهما ثبوتا قطعيا، لذا يتعين إدانتهما والحكم عليهما بأقصى العقوبات. ولمجلسكم المقر واسع النظر. باركة الدري يخاف من الريشة. لا وش هزريقة وراس أخوتي ما هو شيء. علاش أخوتي اللي ما تقمطيهاش وتجمعي لي هيديها ورجليها باش توقد الدريقة مريخية وسخيفينة مسكينة. وخدا بنحس مولاها وجارتي سمحي لي ما عجباني شاي. بشوية 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 خوتي بشوية 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 تتوصل عندك. ماشي بنيت وبسلامة عليك أخويتي. جلسي معايا شوية وتقولي سقيتك كتشوية ترفيسة باش تعتقي روحك شوية. الله يرحم والديك. وراني سقيت ليا غدا نمشي دابا ناكل اخوتي. الله يرحم والديك. والدينا ووالديك اخوتي ما كاينش المشكل اخوتي. اختي حليمه انت صيفطت لي شي زويف نعقد لبنتي راسها. واخا 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 اخوتي واخا حنتك معايا. واخا الله يرحم والديك. واخا اخوتي الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. الله أنتي فيقي فيقي أمتي نيري نيري أمتي ماتت. الكلمة لدفاع المتهمة. سيد رئيس، السادة المستشارين، أقف أمام مجلسكم الموقر مؤازرا في إطار المساعدة القضائية مباركة بنت المعطي بعد أن تنازل الضنين عزيز بن كبور عن تنصيب محامي للدفاع عنه. سيد الرئيس، السادة المستشارين، لقد توبعت مؤازرتي مباركة بنت المعطي من قبل هذه النيابة العامة من أجل جريمة تعريض طفل للخطر عمدا نتج عنه وفاته والفساد طبقا لفصول المتابعة. سيد الرئيس، السادة المستشارين، إننا نستغرب لوقائع هذه النازلة ونستغرب أكثر هل من الممكن أن تفعل أم بوليدتها ما نسب إلى مؤازرتي؟ هل يعقل أن تعمل أم على تجويع ابنتها بنية القضاء عليها؟ الجواب والحقيقة أن الأم لا تفعل بوليدتها كل هذا، فهي أم وستبقى أما. لقد أكدت مؤازرتي في كل أطوار النازلة وخصوصا أمام مجلسكم الموقر أنها لم تملك ولو قطرة حليب، وأن المولودة ولدت ضعيفة البنية ونحيفة لدرجة أن وزنها كان أقل بكثير من الوزن العادي، وأن المولودة سقطت منها حينما تم اعتراضها من قبل العصابة حسب تصريحاتها، مضيفة أن حالتها المادية والاجتماعية كانت سببا فيما وقع. سيد الرئيس، السادة المستشارين، مؤازرتي أكدت أمام مجلسكم الموقر أنها من عائلة بسيطة تعيش في منزل والديها مع إخوتها، ففوجئت بنفسها وهي حامل نتيجة علاقة غير شرعية بعد تملص أبي وليدتها من مسؤوليته، ووجدت نفسها مسؤولة عن وليدة وهي غير متزوجة، وخوفا من الفضيحة وقع ما وقع. نيتها لم تنصرف إلى إيذاء وليدتها أو تعريضها عمدا للوفاة،
ولكنها توفيت بسبب قلة اليد. سيد الرئيس، السادة المستشارين، لكل هذه الأسباب نلتمس من المجلس الموقر أن تأخذوا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية لمؤازرتي، وأنها أم لبنتين لا معيل لهما حاليا غيرها، وأن المعاناة النفسية التي تعيشها مؤازرتي حاليا قد نالت منها الكثير، وكانت أكبر عقاب لها بعد فراقها الاضطراري والقصري عن فلذات كبدها، وأن تقولوا بتمتيعها بأقصى ظروف التخفيف. وللمجلس الموقر واسع النظر. سيدي والله انا ما درت شي حاجه، كنت مركبه بنتي في ظهري وجايه بحالي على ود الله، وما يتعرضوا لي هاد الشماكر، يبغيو يكريسيوني وانا بغيت نخليهم بقاو كنضربوا يطفوني شي داروا لي بحالتي. شوف انا راه والله ما قتلت راه بنتي. سمعي اش كنقول لك، سمعيني مزيان. الا عندك شي حاجه تقوليها حتى لي نقوليها. طلعي انا مزوقه، شوف بنيتي انا مزوقه بنات غادي يبقاو في حفظ الصون، ما غيمسهم حتى واحد. طلعي انا طلعي داي داي قلت لك طلعي. أنا مزوقة بقلبي. شوف 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 ما صافي سيدي، ما عندي ما نقول لي عندي قلت لكم. عزيز بن كبور عندك ما تضيف؟ لا نعمس. المحكمة ستنسحب للمداولة. بعد أن تتبعنا القضية، توبع المتهمان من قبل النيابة العامة من أجل جناية تعريض طفل للخطر نتج عنه وفاته والفساد بالنسبة للمتهمة الأولى وجنحة الفساد بالنسبة للضنين الثاني، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 463 و490 من القانون الجنائي. الفصل 463 من القانون الجنائي وجناية تعريض طفل للخطر، العقوبة هي العقوبة المقررة في الفصول 392 لغاية 397 من القانون الجنائي حسب الأحوال. الفصل 490 من القانون الجنائي وجنحة الفساد، العقوبة هي الحبس من شهر واحد إلى سنة. ملف مداولة لهذه الحلقة. اقتنعت المحكمة بأن الجرائم هي ثابتة في حق المتهمين لاعترافاتهما التلقائية بذلك أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة. لكل هذه الأسباب قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها، وحكمت عليها بأربع سنوات حبسا نافذا، وعلى الضني الثاني وحكمت عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله ومع قضية أخرى.